السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر نينو. لو أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. زي ما اتفقنا سوبر نينو تدبير توفير سهولة. النهاردة هنعمل حاجة حلوة قوي وبكل بساطة وبكل سهولة، حلوة بعد الفطار أو بعد السحور، حلوة قوي ولذيذة ومرطبة في الجو الحر ده. يلا بينا على الفيديو وعلى الطريقة عشان نشوف عملناها ازاي. عندي كوبايتين من اللبن او نص كيلو من اللبن، هحط عليهم 4 معالق من السكر بمعدل نص كوباية صغيرة. هجيب بقى كمان نص معلقة صغيرة من الكاكاو، كاكاو الخام مش محلى، نص معلقة كبيرة يعني معلقة صغيرة. وهجيب كمان عليها 2 معلقة من النشا، كل ده هقلبه كده على البارد اهو كده، كله على البارد يتقلب كويس لحد ما اتاكد ان كل المكونات دابت معايا. ودلوقتي كمان هضيف رشه من الفانيليا، ما تكتريش عشان بتمرر، وهقلب كده لحد ما المكونات كلها تدوب. ونروح بقى على النار نشوف هنعمل ايه. انا كده حطيته على النار، اصغر نار عندي وايدي فيه، وهفضل اقلب كده بالمنظر ده لحد ما يبدا يتقل معايا واحصل على القوام اللي انا محتاجاه. ده القوام اللي انا محتاجاه، ان هي بصوا بقت كريمي معايا، مش هسيبها ان هي تبقى تقيله قوي. اول ما تبدا تلم معايا كده واحس ان هي تقلت وبقت كريمي زي الكريمه كده هطفي عليها. تمام، انا كده طفيت عليها، بصوا اهو ده القوام اللي انا محتاجاه، كريمي مش اللي هي تقيلة، لا عايزاها كريمي كده. هبدأ بقى ان انا اغرفه كده اهو، بصوا القوام، بصوا كريمي ازاي اهو. هبدأ بقى ان اغرف كده اهو في اي حاجة هتقدمي فيها عندك اهو كده بالمنظر ده اهو. بصوا انتوا شايفين كده، انا صبيته كده بالمنظر ده، مدخلتوش لسه التلاجة، انا صبيته. بس عندي بقى الجناش ده انا كنت محضراه، ده عبارة عن 2 معلقة من الكريمة على 2 قطعة من الشوكولاتة، دوبتهم على النار بمعلقة سمنة ومعلقة سكر. طبعا السكر ده اختياري اهو بالمنظر ده كده. تمام، الجناش ده اختياري برضو. اخدت انا عملت واحد اهو كده، هعمل معاكم برضو الباقيين. هاخد كده معلقة تزيين بقى، ده ليكي، حط كده في النص مثلا اهو كده، مثلا شكل اللي انت عايزاه اهو كده. وزي ما انتوا شايفين كده انا زينتها بالشكل ده اهو. حطيت هنا عندي شوكليت شيبس، وحطيت عليها الصوص اللي احنا قلتلكوا عليه، ممكن الحاجات دي ما تحطهاش، ممكن تحطش زداني. ورشيت انا رشة هنا من جوز الهند. تمام، هدخلها بقى التلاجة واطلعها على التقديم. دي كانت وصفة النهاردة، ما خدتش مني وقت خالص، حوالي 5 دقايق كل الموضوع، كنت مخلصاها وهدخلها التلاجة واطلعها اقدمها، هتبقى حلوة قوي بعد الفطار او بعد السحور او لو جالك ضيوف. لو عجبتكم الوصفة استنوني في وصفة جديدة.